برافو أنا. نزلت في شهرين معنا في الديزين بارتي نتاع نهار الأحد، ما يهمك في حد. برافو، محلاه الموسيقى. ما كنتش نعرفها هذي، ما كنتش نعرفها، أما عجبتني برشا. عايشك عايشك نضال. شو شو؟ لا والله لا والله 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 لا. استنى مش كيفاش حاتم، انت نسي الميكرويت نتاعك. اي الميكرو دونك دونك سخنت. رجعنا رجعنا لك الفيستا. ليه سخنت بالحق؟ سخنت بالحق. لطف عليك لطف عليك حاتم. كلكم في الفيستا دونك سخنت. نسيش اقعد على روحك، خلي الفيستا بحذاك تو بعد راه عاود نروح. انت اقعد احكي هكا. اسمع وانا خليك احسبك ريحه تاع المناظر هذيك. خلي هكا وكل ما تجيبش كلام تقدم فمك الفيستا. ريديكول مي سي بون. يا سي با جبنا تكنيسيان. ريتك غنيت لك حاتم ريتك. جبنا تكنيسيان. يا حاتم ريتك غنيت لك. لا ولا اختك لما لعب. اختك لما لعب والله. حاتم شي انكرويابل والله. نضال والله اختي لما لعب. لا ما فهمتش كلا كلا لليا. شو العلاقة؟ جو ناحية الفيستا. ولا أخ أختي من اللعب يعني مش في وجهك ولا تبارك الله اون تخي بيل فوا. يعيشك يعيشك. وريتم حلو، إيقاع نحكي قبل ما نحكي برشا فرونسي، إيقاع حلو. يعيشك. وأساس اسم الغناء دقة دقة. دونك نشوف وكان نشوف الضحكة نتاعك كنت تسمع قداش حلوة يا كان نشوفك كذا قداش تحماق قداش حلوة. كليب اسمه معايا بيرسيو. لا الضحكة دونك دونك باش نحطها في البلاي ليست نتاعي. وجابيت ناس دقة دقة في يوتيوب. فوالا يعيشك دقة في يوتيوب. لو تيتخ نتاع آمنة فاخر. برافو آمنة. نحب نذكركم انتم اللي تفرجوا فينا مرة أخرى الجولف سيت اللي قاعدين نشوفوا فيها ورايا هذايا الكهرباء هذايا من الزيت ما تربحتش انتم تنجموا تربحوها. كيف ما قلنا الكهرباء هذايا اقتصادية كونسوماسيون أقل من 5% بوات أوتوماتيك دي فاغليد من قدام من تالي كهرباء مزيانة برشا تسوى 92 مليون و 980 دينار وتنجم تولي كهربتك ساهل ياسر. تبعث مساج ال 85 810 في حرف أ، مساج في حرف أ ال 85 810. قبيلة كنا نحكيو على الماكلة، حاتم أنت تغرمت بالماكلة. شكون شكون مغروم بالسوشي لهنا؟ أنا. ها؟ أنا زعما قالك بيكا. حاتم. سوشي؟ سوشي مش كل. أعطينا أعطينا أعطينا. لا فماك السوشي اللي ما يتاكلش هذاك. الكرانشي هو البيت. فما زاد السوشي يتهز وما يتاكلش. هذاك هو. هذاك هو هذاك هي اللي باش نعملوا توا في شيكينج سوشي. Trois, deux, un, 30 secondes chrono. Yel. Sept secondes. عندك حتى واحدة راهي. لا 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 ما كرهتش حد. 3 لا 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 سي سي. لا هي بعد واحد. هذا ما تتحسبش. عندنا 2 سوشي من شيرة حاتم، 3 سوشي من شيرة سميرة، سميرة هي اللي تربح. De à top. Barrem, c'est juste une barre. سي 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 سي
كيف كيف 3 ما تحسبش دايز خاطر لازم كل فوق بعضها لا ما يجيوش كل فوق بعضها ما يجيوش ثلاثة ما خمسة إيجاليتي إيجاليتي آمنة ومصفى إيجاليتي يلا 3 2 1 ستوب كرونو يلا أسامة ماشي مريكي يتبس شوية خير سكون عندك حتى كعبرة تتسمى تو عندها ثلاثة بيك عندها ثلاثة مش تاخذ خير بيكا تربح كونتر أسامة ثلاثة انا ذيك اللي كملتها ماري فيت شدني فورير عندك نجله بن عبد الله زاد كيف كيف شد فورير شد تراكا فهمتش انتم مستنسين بال باه نتعداو توا الغبريك اللي بعدها انا قاعده نرعش وراه التو الاول نرعش لا هذيك لا هذيك خاطر خايفه ترعش لحاتم يعاود يحل مستوج توا على اساس لا لا خاطر عينيا هكا ولات تعمل باه الغبريك اللي بعدها باش نستحقوك اسامه باش نستحقوا النغاسيون نتاعك باش تقدم لنا اخبار المره ذي حاجه جديده نتخيل بالنسبه ليك في الغبريك الجايه جي تيب اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا النقل الاخباري جي تي بي النشره المتكونه من اربع حروف جي تي او بي مرحبا بكم اعزائي المشاهدين ومرحبا بك سميره نبدا عناوين الاخبار بخبر عاجل ياتي بعد فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسيه الامريكيه قام دونالد ترامب بتغريده على تويتر وقال فيها ان جو بايدن شنو معتصم مستهتر ولا يستحق الرئاسة وكل من صوت له متخلف متخلف شكرا سميرة ولا يهمه مستقبل أمريكا وفي تدوينه على صفحته الرئيسية على فيسبوك قال الرئيس السابق باراك أوباما أن ترامب وجو بايدن الزوز الزوز مزمرين ولا يستحق الرئاسة أما عن الخبر التالي خبر يأتي عن الوزير هذا الوزير ياسر وحدك مستهتر أيضا هكذا كان الرجل الناطق الرسمي باسم حركة الشباب العاطل على وزير الشغل عصام الممي إثر اجتماع حضرة مجموعة من النواب المستهترين والمترددين وقال أيضا عن برشا مديرين مرضرضين وعندهم المحسوبية وكان جاتهم طفلة ظاهرة مزيانة ديركت يخدموها خبرنا ولنأتي عن الخبر أكثر مصداقية فالأخبار السياسية الموريتانية عفوا صرح الناطق الرسمي لحزب المعارضة السيد والهان المومي 3T برو أن قرارات الحكومة الحالية هي قرارات معتادة والحكومة الحالية لم ترتقي إلى مستوى التطلعات وأنه في صورة بقائها الوضع سيصبح فوالا لا يمكن قولها ولكن مترد كما أكد أن الحكومة التي تخلف بالوعود هي حكومة سكر البرنامج سكر البرنامج ورد عليه رئيس الحكومة قائلا رأيك المتردي لا يعنيني نحن نعمل في صمت ونسعى لتحسين الوضع المتردي الذي تعيشه موريتانيا شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام وإليكم أخبار النشرة الجوية مع زميلتي سميرة مبرون مرحبا سميرة مرة أخرى شكرا 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 هلا أخبار الطقس الآن يعلن المعهد الرصد الجوي عن تقلبات جوية أواخر هذا الأسبوع وأن الطقس سيصبح ما يشبه الشيء ويذكر فئة
فئة مارقة من المواطنين أنه الحذر إجباري ابتداء من الأسبوع المقبل، وسيعود الطقس معتدل وتتخلله أمطار متفرقة مهبولة جدا مع رياح ضعيفة بالأوساط و منا ومن غادي في السواحل. فوالا فوالا، شكرا سيدي. موجة من البرد المتفرق، برد المزري تجتاح البلاد خلال الشهر المجاشي، ونعلم مشاهدينا ما لقيت ما نقول لهم ان هذه الموجة مزركة شيء. انت متربية ياسر يا مدام. الموجة المعتادة ستتواصل إلى غاية هذا العام. ما تعرفوا لكلكم النهاية متاع هذا العام. شكرا 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 سميرة، شكرا شكرا. اكسيرو باهي برشا. نمشيكم في الاخبار. لا 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 اسمع، صعيب باش تعملوا مشكلة. انا ما نجمهمش، انا ما نجمهمش. اوخ يلا حاكم، يلا يا جماعة. اهلا وسهلا بكم. بعد فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسيه الامريكيه، قام دونالد ترامب بتغريده على تويتر قال فيها ان جو بايدن مهبول ولا يستحق الرئاسه، وكله ولا يهمه مستقبل امريكا. وفي تدوينه على صفحته الرئيسيه على فيسبوك، قال الرئيس السابق باراك اوباما ان ترامب وجو بايدن زوز مهبله ولا يستحق الرئاسة. الوزير هذا ياسر مزمر. وهكذا كان رد الناطق الرسمي باسم حركة الشباب العاطل على وزير الشغل عصام المشبهي. ما تحشمش. حضره مجموعة من النواب كالنواب المهبلة. وقال أيضا عنا برشا مديرين برشا مديرين ما عندهمش محسوبية وعندهم المحسوبية، وكان جاتهم طفلة راهي ظاهرة راهي ظاهرة ديريكت متربية ومتربية ياسر وديريكت يخدموها. نتعداو للأخبار السياسية في الشقيقة موريتانيا. صرح الناطق الرسمي لحزب المعارض السيد والهان المشيشي أن قرارات الحكومة الحالية هي قرارات مش مستوية، والحكومة الحالية لم ترتقي إلى مستوى تطلعات الشعب الكريم، وأنه في صورة بقاء المعارض سيصبح الوضع تيتيت. وكما أكد أن الحكومة التي تخلف بالوعود هي حكومة مزمرة مش باهية، ورد عليه رئيس الحكومة قائلا رأيكم المشوم لا يعنيني، نحن نعمل في صمت ونسعى لتحسين الوضع المتردي الذي تعيشه موريتانيا الشقيقة. ميتيو اليوم مش تقدم لكم اخبار الطقس الان، و مش تقدم لكم المراه المزيانه والمغنيه المتميزه. غنيها الميتيو. تفضل مدام، غنيها الميتيو امنه. أخبار الطقس الآن. يعلن المعهد الرصد الجوي عن تقلبات الجوية في أواخر هذا الأسبوع، وأن الطقس سيصبح مجاشي، ويذكر فئة من
الماستين من المواطنين أنه الحظر إجباري، وابتداء من الأسبوع المقبل سيعود الطقس معتدل وتتخلله أمطار متفرقة. جدا مع رياح ضعيفة في الوسط ومشوم في السواحل، موجة من البرد الماست قلناها حاجة أخرى مش سخون، موجة من البرد المش سخون على رأي السي حاتم يجتاح البلاد خلال الشهر المقبل. ونعلم مشاهدينا الأعزاء، لا ما جاتش الأعزاء، ميم بالميم المش أعزاء على رأيه أن هذه الموجة المتفرقة ستتواصل إلى غاية هذا العام المزري. برافو حاتم، برافو أمنا، بيان باه، يعطيكم الصحة زوز، بيان ديديو بيبليك. اسمعني اعطيونا رابيدمون رابيدمون تصفيق على الجو سميرة أسامة، واعطينا توا تصفيق على الجو الثاني آمنة حاتم. لولاني لولاني اكثر شويه، يعطيكم الصحة. اسمع باهي سامباتيك الاخبار هكاك. ايه نولي نتبع كنا نتفرجوا في الاخبار. لا ما سامحني قوين علينا ياسر. لا لا الحقيقة جورناليست وسفير. ديما تعلن الفشل، علاش ديما تقول أنا ما نجحتش، أنا ما ربحتش، أنا ما عملتش، أنا خسرت، أنا علاه هكا؟ جولي ديو معناها حق الحق هكا ولا؟ اي ما لازم تكون عندك ثقه في روحك زاده. ما عندوش ما عندوش هو عنده ثقه كيف في الصوره بتاعه. تبارك الله شوف لالور اللي توجور بيان. لا تبارك الله بالحق بنادم بين اسامه و لا يعطيهم الصحه وسمير بالحق غادي سكخه شوفي نعملوا مشروع بين يعطيهم الصحه. خلينا نتعدى ونبتدي سيتي ونرجعوا بعد الفصل.